السلام عليكم كيف دوشك انت والله صدق احيانا بدي تسجيل او زي كذا خلاص صدق معي انا والله انا ذاك اليوم كتبته وجلست جلست جنبه خل اشوف كذا هو ثابت فجاه حرطان ايه حرك ويطيح والله ويطيح ويدف ويرجع طلع شيء زاد بس احس انه لازم ترفعها شوي اي وش هذا البزاز في طبقه راوند يلا والله ما رحنا نسيت